أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 30/1/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية لدينا مجموعة من الأرقام الاقتصادية ستصدر معا تتعلق في الاقتصاد البريطاني وستنعكس مباشرة على حركة الجنيه الاسترليني. أولها سيكون تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني. ثانيا سيتم الإفصاح عن أصوات لجنة السياسة النقدية. ثالثا ستصدر أيضا ملخصات للسياسة النقدية. وأخيرا سيتم الإعلان عن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تبقى دون تغيير عند 75%. نجدد التحذير والانتباه إلى التصريحات السياسية على الجنيه الاسترليني، حيث أن موعد الخروج النهائي للمملكة المتحدة سيكون غدا. أما من الناحية التقنية نلاحظ الهبوط الذي تم على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار خلال الفترة الآسيوية. حاليا تداولات أعلى مستوى 29.70 تعزز الحركة التصحيحية للعودة مجددا إلى مستويات 30.17. كسر مستوى 30.30 يلغي النظرة السلبية ويحول النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 30.65. كسر مستوى 29.70 يعزز النظرة السلبية على حركة الجنيه الاسترليني للوصول إلى مستويات 29.34. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.